أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد. نكمل بمشيئة الله تعالى ما سبق أن بدأنا الحديث فيه عن زواجه وأزواجه صلوات الله وسلامه عليه، حيث تحدثنا عن حكم الزواج عامة، وعن الحكم من وراء زواجه صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، ثم فصلنا تلك الحكم عند حديثنا عن زواجه صلى الله عليه وسلم الأول بالسيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها، ثم عن الزوجة الثانية السيدة سودة بنت جمعة رضي الله تعالى عنها، ثم عن الزوجة الثالثة السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. ثم فصلنا الحديث عن زواجه صلى الله عليه وسلم بالسيدة حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. ثم تحدثنا عن زواجه بالسيدة أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها،
ثم تحدثنا عن الحكم الجليلة من وراء زواجه بابنة عمته السيدة زينب بنت جحش، وعلمنا الحكمة من وراء هذا الزواج. ثم نكمل الحديث عن بقية زوجاته صلى الله عليه وسلم، راجين من الله تعالى التوفيق والهداية. أثناء حديثنا عن من سبق من زوجات النبي، نسينا أن نذكر حسب ترتيب زواجه صلى الله عليه وسلم زواجه من السيدة زينب بنت خزيمة المكناة بأم المساكين رضي الله تعالى عنها، وقد كان زواجه منها قبل السيدة أم سلمة وقبل السيدة زينب بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وجل من لا يسأل. فنبتدئ الحديث عنها فنقول: تزوج صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها بحكمة جليلة تقتضي ذلك، وكان مع تلك الحكمة التكريم الجليل لتلك السيدة، حيث أكرمها المولى جل وعلا بأن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بها، وقد كانت سنها تزيد عن 40 وقت زواجه بها، بل قال البعض إنها نيقت على 50، ولم تكن بالتي يرغب فيها الإنسان لزيادة جمال أو لزيادة مال أو لمنصب في عائلتها، وإنما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أصبحت وحيدة في تلك الحياة، لا أب يحمل ولا أم ترحم ولا عائلة تأنس إليها بعد أن قتل زوجها شهيدا في معركة بدر، وزوجها هو عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، أي أن زوجها هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبيدة ابن الحارث أو أبو عبيدة ابن الحارث. المعلوم أن أكبر أبناء عبد المطلب اسمه الحارث، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر، لم يدخل في الإسلام لأنه مات قبل الإسلام. ابنه عبيدة أو أبو عبيدة كما يقول البعض دخل في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، واشترك في غزوة بدر، وكان من أول من خرج للمبارزة عندما خرج 3 من قرسان قريش من المشركين يتحدون المسلمين وينادون على المسلمين أن يخرجوا ويشيرون إلى الرسول أن يخرج أكفاءهم من أبناء بلدتهم، بعد أن خرج جماعة من الأنصار. فوجهوا الحديث للنبي قائلين: يا محمد، أخذ لنا أكفاءنا من قومنا ولا تغرر بهؤلاء الذين تبعوك،
وأرادوا من وراء ذلك أن يفرقوا بين المهاجرين والأنصار، مشيرين بهذا إلى بعض ما يحرك النفوس القلقة المضطربة. إلا أن الإيمان الذي ملأ الله تعالى به قلوب الأنصار حال دون أن تصل إليه تلك الوسوسة الشيطانية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار بالرجوع إلى الصف، ثم نادى: يا عبيدة بن الحارث اخرج، يا حمزة بن عبد المطلب اخرج، يا علي بن أبي طالب اخرج. فلم يأمر النبي ثلاثة من المهاجرين الذين لا يمتون إليه بصلة، وإنما أخرج أقرب الناس وأبصهم به، أخرج عمه وابن عمه الأكبر وابن عمه الأثير لديه الحبيب إليه زوج فاطمة الزهراء. وكان عبيدة يقف قبالة كبير المشركين من هؤلاء الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة، وهم عقبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، أي الرجل وأخوه وابنه. فوقف عبيدة أمام عتبة، ووقف حمزة أمام شيبة، ووقف علي أمام الوليد، ثم بدأت المبارزة. فما هو إلا رجع الطرف حتى قتل علي خصمه، وجندل حمزة رفيقه، واختلف أبو عبيدة ابن الحارث مع عتبة ابن ربيعة، اختلف ضربتين، كل ضربة أصابت الآخر، وكانت ضربة قاتلة مؤلمة، إلا أن كليهما لم تمته تلك الضربة، فوقع عبيدة على الأرض من أثر تلك الضربة، ووقع عتبة على الأرض مدرجا بدمائه. فكر حمزة وعلي على عتبة فأجهز عليه، واحتمل عبيدة بن الحارث وهو ينزف بشدة، حتى وصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوسداه ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى النبي والدماء تنزف منه، وسأل: هل يقبل الله شهادتي يا رسول الله؟ فقال: أنت أول شهيد، وأنا على ذلك من الشاهدين. وما لبث بعد المعركة بقليل أن توفي من أثر تلك الطعنة، فكان بذلك من شهداء بدر من أبرار رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. لما قتل عبيدة ابن الحارث ترك زوجته زينب بنت خزيمة التي كانت تكنى بأم المساكين، فتلطف النبي صلى الله عليه وسلم بحالها، ورق لها ورحم موقفها، وأمره الله تعالى أن يتزوجها. فلقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بعد البعثة إلا بأمر من الله تعالى، وما تزوج لغرض دنيوي ولا لشهوة ولا لداء غريزة، وإنما كان ذلك بأمر من السماء لحكم يجبر الله تعالى بها خاطر البعض، ويفسح في القلوب بعد أن يملأها محبة بعد نسب الرسول لهؤلاء. فكان زواجه للمصلحة العامة ولجبر خاطر هؤلاء المنكسرين الضعاف.
وكان زواجه من زينب بنت خزيمة من هذا القبيل. ولم تعمر رحمها الله تعالى في بيت النبي حيث توفيت بعد شهرين من دخول النبي بها صلى الله عليه وسلم. ماتت بعد شهرين من دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهي الزوجة الثانية التي توفيت في حياة النبي. الزوجة الأولى التي توفيت هي خديجة رضي الله تعالى عنها، الزوجة الثانية التي توفيت في حياته هي زينب بنت خزيمة المكناة بأم المساكين. ثم تزوج بعد ذلك جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق. ولذلك قصة جميلة وحكمة جليلة. الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق كان من كبار العرب وسيدا لقومه بني المصطلق. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوه وقومه إلى الإسلام فأبوا، فسار صلى الله عليه وسلم مع إخوانه من المهاجرين والأنصار حتى ذهب إلى ديارهم ودعاهم إلى الإسلام، فاشتد إباؤهم وأعلموا الحرب على النبي، فقاتلهم صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا ساعة حتى زارت الدائرة على بني المصطلق، فوقعوا جميعا في الأسر، وقتل منهم عدد يسير، ولم يقتل من المسلمين إلا واحد جرح، ثم مات من أثر تلك الجراحة، قتل خطأ بيد واحد من المسلمين. وكان ممن وقع في الأسر سيد تلك القبيلة وكبار القوم وابنة هذا الرجل، واسمها برة بنت الحارث ابن أبي ضرار، اسمها برة. ثم قسمت الغنائم كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يفعل بعد كل غزوة، حيث كان يقسم الغنائم على المقاتلين بعد أن يأخذ خمسها لينفق منه على مصالح الدولة وعلى نفسه وعلى بيته، وبقية الغنيمة الأربعة أخماس توزع على المقاتلين. للفارس قدر كبير وللراجل قدر أقل، أي من كان يحارب على دابة لأنه يجدي ويبذل جهدا أكثر يأخذ أكثر. فوزع المال ووزع النعم ووزع العبيد والإماء، فوقعت برة بنت الحارث في سهم ثابت ابن قيس أو ابن عم له، واحد من المسلمين، أي كانت من نصيبه. كانت متزوجة بواحد اسمه مسافع ابن صفوان، ووقع أيضا في الأسر، وقيل إنه هرب وقيل إنه قتل، لا يهمنا ذلك. المهم أنها قالت لمن وقعت في سهمه إن دينكم يأمركم أن تساعدوا العاني وتفكوا الأسير وأن تيسروا له أمر الحرية، فقال لها لك ذلك. فقالت له كاتبني على مبلغ من المال فإذا سددته لك، إذا وفيتك إياه أخذت حريتي. قال لك ذلك، فكاتبها على قدر من المال، 12 أوقية من الفضة أو من الذهب على قدر معين.
إلا أن هذا القدر كان كبيرا ولم تستطع أن تسدده ترده إلى من وقعت في سهمه، فدلوها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يساعدها في هذا الأمر. فلما ذهبت إليه ووقفت بين يديه وقالت له: يا رسول الله، جئتك أستعين بك بعد الله تعالى على كتابتي، أي على ما كتبت به هذا الرجل، حتى أسدد ما عليك. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إليها وتفكر في أمرها وفي حال قومها، كيف يكون الأمر لو تحررت تلك السيدة وهي ابنة سيد القوم؟ ألا يدخل أهلها إلى الإسلام لو أكرم الله تعالى تلك المرأة للزواج من النبي؟ طاف بخيال النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، ونزل الوحي يؤيد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي أن يفك عنها وأن يسدد ما كتب عليها وأن يتزوجها. قلنا إنها كانت متزوجة قبل ذلك، ولكن زوجها وقع في الأسر أو قتل أو ليس بموجود، وأصبحت هي رهن الإسار. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أفك عنك وأتزوجك؟ قالت: قبلت يا رسول الله. من لي بهذا؟ إن هذا لشرف لي ولقومي. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك عن برة وغير اسمها وأطلق عليها جويريع، كان اسمها برة فأصبح الاسم جويريع. فلما علم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، قال المسلمون لبعضهم: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرباء زوجته أيكونون أسرى تحت أيدينا؟ إن هذا لا يليق، نشهد الله تعالى أننا أطلقناهم أحرارا في سبيل الله. فما كان منهم إلا أن دخل الجميع في الإسلام بعد أن من الله تعالى عليهم بالإسلام. فقالت عائشة: لقد كانت جويرية من أيمن الناس على قومها، حيث أكرم الله تعالى بها قومها فأطلقهم الله تعالى من الإسار إلى الحرية، وجعلهم في قلوب الناس وعيونهم، وصاروا أصهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حكمة جليلة وغرض نبيل، أراد الله تعالى أن يخرج من قلوب هؤلاء الأعداء ما ملأها من حقد ومن غل ومن عداء للنبي ولأصحابه. فكانت تلك اللفتة وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية محققا لهذا الهدف، واجتمعت قلوب تلك القبيلة على محبة النبي، وأصبح جميع الأفراد من المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأصبح لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. حكمة جليلة لها مغزى سياسي ومغزى اجتماعي، وحقق هذا الزواج الغرض المنشود منه. ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بعد السيدة جويرية. السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما،
وقصتها ايضا من اعجب القصص، قصتها من اعجب القصص. رملة بنت ابي سفيان رضي الله تعالى عنها، اخت معاوية رضي الله تعالى عنها، بنت ابي سفيان، واسمه صخر ابن حرب ابن امية، صخر ابن حرب. طبعا الاسماء دي احنا منهيين الايام دي ان احنا نسمي ابنائنا بالاسماء اللي كلها دبش، اسماء اللي هي تعور تخوف. حجر ابن صخر ابن حرب ابن نار ابن شهاب، كان من فلسفتهم في الاسماء. ان واحد سألهم انتوا بتسموا ابنائكم صخر وحجر وشهاب ونار وجبل، وبتسموا الفلمان اللي هم اللي عندهم مبروك منصور بلاد نصر مفتاح، كلمات هي تفتح النفس. فقال هذا العربي: إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي خدمنا لنا. ما بنسمي الخدم بأسماء كويسة، نحن بنناديهم وقاعدين في البيت، إنما بنسمي أبناءنا للأعداء. حتى إذا ولد لنا ولد فسأل الأعداء من ولد لهم، يقال ولد صخر، ولد حجر، ولد أسد. مش ولد ميم وسوس وزوبة والكلام اللي بيتقال. الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا حضنا أن نسمي أبناءنا بأشرف الأسماء وأحلاها، بالأسماء التي تحمل مضمونا أخلاقيا يهمنا أن يتصف الوليد بما في هذا الاسم من معنى. بلاش صخر وشهاب وحجر ونار والكلام ده، وبلاش ميم وسوس وزوبة، نمسك في الوسط: حسن، حسين، عبد الله، علي، عمر. ثم قال في هذا بعض الاحاديث: احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، واصدقها حارث وهمام، واكذبها حرب ومرة. في حديث اخر: احب الاسماء الى الله هي اسماء الانبياء. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبرنا على اختيار اسم معين. صحيح هو قال احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، وسمى ولدا من اولاده عبد الله، انما سمى اولاد البنت ثم اولاده حسن وحسين ومحسن. وكان في قصه برضو عن سيدنا علي في حكايه الاسماء، عندما ولدت السيده فاطمه اول الاولاد سيدنا حسن، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ماذا سميتم ابني؟ ابن الابن يعتبر ابن، ابن البنت يعتبر ابن. ماذا سميتم ابني؟ سيدنا علي ماشي على النمط القديم فقال: سميته صخرا. قال: لا، هو حسن. فلما ولد الثاني قال: ماذا سميتم ابني؟ سيدنا علي مصر: سميته صخرا. فارس شجاع ابن الميدان من ارباب الحرب. فقال: لا، هو حسين. فلما ولد الثالث ماذا سميتم ابني؟ سميته صخرا. مصر فقال: بل هو محسن. محسن ابن سيدنا علي مات صغيرا الولد الثالث. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعيب من الاسماء ما يحمل معنى فيه قسوة او فيه ميوعة او فيه شيء لا يليق، وغير بعض الاسماء كما سمعنا. فقد غير اسم برة الى جويرية، كما غير زيد الخيل وسماه زيد الخير، ووجد واحدا يسمى جعلانا سماه اسما جميلا، ووجد واحدا يسمى حزنا فقال: انت سهل. الا ان هذا الرجل لا ادري، ربما للغلاق فكره قال: لا،
احب ان اظل على اسمي. فقيل له ولما؟ قال لان السهل يوطأ اما الحزن فهو صعب. حزن اللي هو قمة الجبل الصعب. من هنا نأخذ هذا الحكم وهو شيء يأتي عرضا في وسط حديثنا، انه يجوز لنا ان نغير اسماءنا التي اطلقت علينا اذا كان في هذا الاسم ما لا يليق. نعم، بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ندبنا الى ذلك. وفي نفس الوقت حضنا النبي صلى الله عليه وسلم الا نلمز احدا بشيء من عيب في اسمه او في اسم عائلته. يحضنا على تغيير الاسماء الى شيء احسن، واللي ما يتغيرش اسمه لانه انشهر واصبح من اسماء العائله مثلا وما يقدرش يغير اسم العائله بسهوله. فحضنا النبي صلى الله عليه وسلم الا نذكر اسم هذا الانسان على سبيل التنقص، على سبيل التندر، على سبيل السخريه، فان هذا لا يليق بالمسلم. نعود الى حديثنا. ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان، ما قصتها قبل زواج النبي بها؟ هي من السابقات الى الاسلام، اسلمت قبل ابيها وقبل امها وقبل اي واحد من اهلها. ابوها كان من سادات قريش ومن عظمائها، وكان مشهودا له برجاحة العقل وبعد النظر وشدة الحذر. عاد الاسلام من اول يوم، ووقف في وجه الرسول والمسلمين من اول ساعة. تزوجت ام حبيبة وهي صغيرة من واحد من اهل مكة اسمه عبيد الله ابن جحش. عبيد الله ابن جحش تزوجت من عبيد الله هذا واسلم واسلمت معه. ولما ضايقها اهلها وضايقه اهله استمع الى نصيحة النبي وامره بالهجرة، فهاجر الى الحبشة. هاجرت ام حبيبة مع زوجها الى الحبشة، وتركت الاهل والبلد وتركت كل شيء في مكة، وخرجت تبتغي وجه الله تعالى مرتادة ارضا تستطيع ان تعبد الله تعالى فيها براحتها وباطمئنان. واختار الله تعالى تلك الارض لان فيها ملكا، كما قال الرسول ان بها ملكا لا يظلم من استجار به او من ذهب اليه. وذهبت ام حبيبة الى دار المهجر وظلت مع زوجها، الا انه بعد فترة من الفترات خدع هذا الزوج بعد ان اتصل بالبطارقة والرهبان. ضحكوا عليه في الحبشة واستطاعوا ان يخرجوه من الاسلام فتنصر. عبيد الله ابن جحش ثم ذهب الى زوجته ام حبيبة وحاول معها اغراء لها، طارة بالتهديد واخرى بالوعيد، مهددا اياها بالترك وانها ستضيع فان اهلها بمكة يودون قتلها وليس لها في الحبشة من تركن اليه او تأنس به. ولقد اسلمت معه عندما علمت ان رأي زوجها في الاسلام، رأي الزوج في الاسلام كان سديدا، وعليها ان تطيعه عندما خرج من الاسلام. الا ان تلك الزوجة عرفتنا ان للمرأة المسلمة شخصية مستقلة ورأيا فجدا في الحقائق، فان العلاقة بينها وبين زوجها لا تؤثر على عقيدتها، لان الذي ربط بينها وبين هذا الزوج العقيدة. فاذا خرج الزوج من عقيدته تركت تلك المرأة زوجها لان عقيدتها اقوى لها، فكانت واهية لهذا المبدأ الحق احق ان يتبع.
حاول معها فقالت له: والله لا أقول هداني الله إليك ولو قطعت قطعا في باب غربة، لقد تركت أبي وأمي وتركت أهلي وبلدي، وما أنا بجد أبكي على شيء بعد ديني، فإن سلم لي ديني سلم كل شيء. هداك الله إلى الحق. فجاء لها ببعض الهدايا وحاول أن يشتريها إلا أنها اعتصمت بدينها واستمسكت بالحق الذي هديت إليه، وقواها الله تعالى على ذلك وصانها من الانشلاق والضياع إلا أنها أحست بنفسها بغصة وبحسرة، فارقت الأهل والبلد في سبيل نجاة دينها، وكانت مع زوج تحبه ويحبها، فإذا بالزوج أيضا يتمنه لها وينقلب عليها. والإنسان في حالة بشريته عندما يفكر في مثل تلك الأمور تزداد حسرته وتكثر غصته، إلا أنه يلجأ إلى نعيم الإيمان الذي لا ينقص فتقوى جرأته وتشتد عزيمته. وهكذا كانت هي تارة تفكر في حالها وما كانت عليه وهي بنت سيد القوم، ثم بهجرتها مع هذا الزوج، ثم من تنصر هذا الزوج وقتاله وكفره فتبكي ألما، ثم تستجمع قوتها وتلتجئ إلى ربها، فيصير عليها أمنا ويقينا. وكانت مضرب المثل بعد فراق زوجها لها، كانت مضرب المثل في الصبر وقوة التحمل، وأغرقت نفسها في عبادة الله تعالى حتى لا تجعل الشيطان سبيلا إلى الضحك عليها. وأخبر صلى الله عليه وسلم بها ما هي الهدية التي يجب أن تهدى لتلك المرأة التي وصفت هذا الموقف الجميل. أقل ما يهدى إليها أن تحس بالأمن والاطمئنان، وأن تعوض تعويضا ينفيها ما ألم بها من آلام لفراق الأهل والبلد، ثم لتنمر الزوج ونكبتها فيه. فأمرت السماء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزواج من أم حبيبة، فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة من يبلغ النجاشية تلك الرصة النبوية. النجاشي الذي كان يحكم تلك الدولة في هذا الوقت أداه الله تعالى إلى الإسلام فأسلم على يد المهاجرين. ولما عودة إلى قصة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هنا تكلم بالتفصيل عن تلك كما أن أبلغه النبي صلى الله عليه وسلم رغبته في الزواج من أم حبيبة، حتى قام هو نيابة عن النبي بدفع صداقها، فدفع 400 دينار أو 400 درهم، وتولى العقد واحد من أهلها، أي واحد من أوليات المرأة من أتباعها. وكان صلى الله عليه وسلم كما يقول الخطباء لا يحتاج إلى من يوكله في إثنان هذا الأمر، فإن من خواصه صلى الله عليه وسلم أن يزوج نفسه وأن يتزوج بلا ولي أمر للمرأة، لأن الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قال الله تعالى في حديث قدسي: أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أي أمهات المؤمنين. فلا يحتاج الرسول إلى ولي أمر المرأة حتى يوافق على الزواج أو لا يوافق، لأن الذي أمر النبي بالزواج إنما هو المولى الذي خلقه وخلق من أمره بالتزوج بها. وتم الزواج وعقد للرسول صلى الله عليه وسلم عليها، ورجع مع المهاجرين الذين كانوا في الحبشة. إذ كان غزوة خيبر
ووصلوا الى المدينة بعد ان انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر وبعد ان انتصر على اليهود في تلك الغزوة، وكان رئيس وفد المهاجرين الذين كانوا في الحبشة جعفر ابن ابي صالح رضي الله تعالى عنه، وكان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم به من دعوته كبيرة حتى انه قام الليل واحتضنه ثم قال: والله ما اجد في ايديكم ما انا افرح بفتح خيبر ام بهجوم جعفر، واكرمه غايه الاكرام وجبت صلى الله عليه وسلم الى ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان التي كان لها هذا الموقف الصلب، حيث وقفت وهي المراه الضعيفه التي لا ابا يدافع عنها ولا بلدي غريبة، واستطاعت مع ذلك أن تنجو فأكرمت الله تعالى وأحياها فكانت أم المؤمنين وزوجة لسيد المرسلين صلوات الله وسلامه. لأم حبيبة موقف آخر من المواقف الجيدة جدا التي تدل على بعد نظرها، وليس هذا بعيد عليها، فهي ابنة ابي سفيان ورث عن ابيها قوة الحجة والصلاح والرحمة والقيم الشخصية، لانها فاقت اباها في قوة ايمانها ونقاء ضميرها وصفاء سريرتها. جاء ابوها لكي يزورها في المدينة وكان على كفره في هذا الوقت، لم يكن قد دخل في الإسلام، وكان ذلك قبيل فتح مكة، أيام أن كانت هناك هدنة بين المسلمين وبين المشركين بعد توقيع صلح الحديبية. جاء ليزورها في أمر هام جدا يهم قومها، فسأل عن بيت ابنته، وما دام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد قضاء امر هام فليستشفع بابنته وليتخذها ذريعة او واسطة خير كي تقضي له او تسهل هذا الامر، ظانا ان النساء ربما ضحكن على الرجال في بعض الاوقات بما لهن من دلال ومن منزلة في قلوب الرجل، ولم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحكم فيه بشر ولا تحكم عليه نزوة ولا دخل للهوى من ناحية ما يفعله، فان رسولنا صلى الله عليه وسلم قد اسلم امره لمولاه فلا زوجة تفتح عليه ولا اي واحد من الناس يتدخل في امر الله لديه. فدخل اليها ففتحت له الباب. الاسلام يأمر الابناء باحترام الاباء وتقديم التكريمة اليهم في حدود المعروف، كما يأمر الاسلام الاولاد بمعصية الاباء والامهات اذا امر الاب او الام بمعصية، لهن الاكرام في حدود المعروف، ويجب ان نعصي الاب والام اذا امرنا الاب او الام بمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكما قال المولى جل وعلا: وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، خيط دقيق جدا بين المعصية والطاعة جاء في جملة واحدة، لا تطعهما وصاحبهما، فكيف أعصي وأطيع في نفس الوقت؟ هنا يجب على المسلم أن يكون ألمعيا ذكيا بعيد النظر، أي أنه يجيد عملية المناورة والمداورة على اساس الا يضيع الحق من يديه،
فهو يكرم لأن الله أمر بذلك، وفي نفس الوقت يعصي إذا كانت هناك أوامر للمولى جل وعلا يجب أن تقدم على أمر الواجب. فلما دخل وهم بالجلوس على مكان كان النبي يجلس عليه، إذا بها سريعا تمد يديها وترفع هذا الفراش ونحته جانبا، ونظر إليها وقال: هل رغبت بي عن الفراش أم رغبت به عني؟ يعني أنت كبرتيني وعليتي منزلتي وقلت إن الفراش ده ما يليقش بيك، فعاوزة تجيب الفراش أعظم، ولا الفراش أعلى مني وأحسن وأنظر ووجدتني أدنى من الفراش ده ما أستحقه؟ هل رغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت: ذاك فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ النجس. فقال: والله لقد أصابك بعضي شر، لقد أصابك بعدي شر. انت بالتأكيد أصلك شيء خبل جي في دماغك، مخك اتضير، يعني ما كنت منتظر الفراش أعلى مني. إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت امرؤ النجس. الآية بتقول: إنما المشركون نجس. والنجاسة هنا نجاسة الاعتقاد وليست هي نجاسة الأجساد، لأن الرسول كان بيصافح المشركين، فهو كان المشرك جسمه نجس، ما كانش الرسول يصافح المشرك ولا يدعوه بالجلوس إلى جواره في بعض الأوقات، لأنه من أنواع المداراة والتآلف، نعم يتألف قلوبهم. إنما السيدة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها عممت الحب، نجاسة اعتقاد ونجاسة أجساد، لأن طبعا الذي الطهر والعصر الطهارة، وهذا فراش طيب يتنزل الوحي على صاحبه وهو يجلس عليه، فصانت فراش الحبيب أن يجلس الأب. ولذلك في ملاحظة جميلة جدا، شبهتها الرسول عليه الصلاة والسلام بينبهنا إلى نقطة جميلة. الراجل ده داخل عشان يجلس مباشرة، ولا احب ولا دكتور ولا استئذان ولا اقعد هنا او ما اقعدش، طبعا ما يعرفش الاداب الاسلامية. الرسول بيعلمني: اذا دخلت مجلسا في بيت من البيوت فعلي الا اجلس على شيء اعد خصيصا لصاحب البيت. ان كان صاحب البيت عامل جلسة معينة خاصة يحب يفتح فيها ما يحبش حد يقول عليها، اسمها تكريمة. قالوا: إياك أن تجلس على ما خصص لصاحب البيت إلا بإذنه. البعض قال: لا، ده الأكمل من هذا ألا تجلس إلا إذا أجلسك رب البيت حيث يريد، فصاحب البيت أدرى بما فيه وأعلم بخوافيه. يمكن جد أنت تجلس على كرسي، هو حاطط الكرسي ده زينة وحط عليه ستارة عشان تداري غير للمكسورة تيجي تقعد تلاقي نفسك على الأرض، تكشف الرجل وتكشف نفسك، هو عارف ايه المكان اللي تقدر تقعد فيه والمكان اللي ما تقعدش. والبيوت أسرار وأستار، إلا إذا كنت تعلم من رب البيت أنه لا يغضب إذا جلست، أو يحب منك أن تصنع في بيته ما تصنع في بيتك، فلا حرج عليك. ولكن أدب الإسلام الأعظم والأفضل والأعلى ألا تجلس إلا حيث يجلسك رب البيت أو من ينيبه رب البيت. لأن أنا داخل في الحجرة فلقيت ابن الرجل أو واحد من أهله، فقال لي: اتفضل، وأشاغل بصري حيث أشار أجلس، إنما أجول ببصري وأختار المكان الحلو المكان الممتاز. وأجلس: يا أخي ما لك ولك، صحيح هي محطوطة للجلوس الكلامي، ولكن كما قلت لكم البيوت أسرار وأستار. والرسول بيقول: لا تجلس على تكريمته، يعني تكريمة صاحب البيت، لا تجلس على تكريمته إلا بإذنه، ولا يؤمن أحدكم الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه.
فده لما دخل البيت طبعا لا ادب ولا ذوق اراد ان يلبسها مباشره ولكن فرشة النبي. ويعني الفرشة ده بده تفكري كان بيلبس على ايه؟ ريش نعام ولا السفنج الممتاز اللي هو بتاع اسماعيل والرياش؟ لا لا لا، ده عباره عن وعاء من جلد محشو ليف كان صلى الله عليه وسلم يجلس عليه، وكان اغلب ما يجلس على الارض على فروة بتاع الخروف. فاذا كان في نوع من انواع يعني الراحة الزيادة كان يجلس على شيء من جلد حشي ليفا كما كانت مسادته كذلك. خد اللي نام عليها برضو كيس من جلد محشي ليف، ليف بتاع النخيل. والمرتبة اللي نام عليها اللي بيسموها ايه؟ الدوشك ولا الطوالة ولا برضو كانت وعاء من جلد حشوه ليف. الا ان التكريمة ليس في مادة الفراش وانما في مضمونه لانه فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فالتكريم لان جسم النبي مس هذا الفراش فاكتسب الفراش فضلا لانه مس جسد افضل الخلق صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج بعد ام حبيبة السيدة صفية بنت حيي ابن اخطب سيد بني النضير، وقصتها ايضا جميلة والحكمة من وراء زواجه منها جليلة. السيدة صفية بنت حيي هي الزوجة العاشرة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول انها بنت حيي بن اخطب سيد بني النضير. بني النضير طائفة من اليهود، اذا السيدة صفية كانت من اليهود. نعم كانت من اليهود، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها انها من نسل هارون ابن عمران اخي موسى عليه الصلاة والسلام، فهي بنت نبي يعني من نسل نبي، واكرمها الله تعالى فجعلها زوجة لنبي. وكانت بهذا تتميز على غيرها من الزوجات، ولكل زوجة ميزة، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذا عيرك الزوجات لانك يهودية، لانك شكت له ان بعض الزوجات يقول يا يهودية يا بنت اليهودي او مات يا بنت اليهود، حدث زي كده بعد ان هذا الله والسلام. ما تتصرفوش، بعض النساء اذا قامت شهوة الضرائر واهتزت المفاهيم نظرا للغضب الذي يقلب الاوضاع في نفس المرأة بالذات اذا كان لها ضرة، بتقوله بتلخبط بس في حدود الادب، ده بيت الملوك. فبتقول يا بنت اليهود تتألم، صحيح يا بنت يهود، ولكن لا يقال هذا على جهة الإخبار وإنما على جهة السخرية. فدخل عليها وهي تبكي فطيب خاطرها وقال لها قولي لهن إن أباك فلان وإن أباك فلانا وإن أباك فلان. أما أبي فهو نبي الله هارون وزوجي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا ابنة نبي وزوجة نبي. أنا ابنة نبي وزوجة نبي. قصتها عند زواجها برسول صلى الله عليه وسلم تبدأ بالآن. الرسول صلى الله عليه وسلم حارب اليهود 4 مرات في عهده صلوات الله وسلامه عليه. 10 سنوات بعد الهجرة الى المدينة اشترك النبي صلى الله عليه وسلم في 9 غزوات وقاتل في 7 غزوات، ووقع في عهده من المعارك والاشتباكات مع الاعداء على تنوع الاعداء من مشركين ويهود ومنافقين ومسيحيين. نعم اكثر من 50 معركة، قريب من 60
جماعة البعض وصل إلى 57 معركة في غضون 10 سنوات. اشترك صلى الله عليه وسلم في 9 غزوات من تلك الغزوات، قاتل في 7، يعني القتال اللي كان فيه اشتباك 7 غزوات، وقاتل في تلك 7، ومنها غزوة خيبر. غزوة خيبر هي الغزوة، أي المعركة التي كانت بين المسلمين واليهود، وهي المعركة الرابعة. أما الأولى فكانت في السنة الثانية المسلمين وبين بني قينقاع، المعركة الثانية بين المسلمين بقيادة الرسول وبين اليهود هي معركة يهود بني النضير، وكانت بعد غزوة أحد في السنة الثالثة للهجرة. المعركة الثالثة كانت بين المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قريظة، وكانت بعد غزوة الأحزاب. المعركة الرابعة والأخيرة كانت بين المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود خيبر، أشد اليهود وأقوى المجموعة وأكثرهم عددا وأغناهم مالا وأحصنهم حصونا. نعم، السيدة صفية بنت حيي كانت من بني النضير لأن أباها كان سيدا لبني النضير، فلما غلبت بني النضير خرجت مع زوجها وذهبت إلى خيبر. أبوها حيي ظل يدور للانتقام من الرسول ومن المسلمين حتى أوطعه الله تعالى، فدخل في حصن بني قريظة ليؤزهم ويحرضهم على المسلمين، ثم نكب الله تعالى اليهود وأوقع بيهود بني قريظة، وكان منهم حيي وذاق نتيجة ظلمه وغشمه، وحكم عليه بالإعدام لأنه من مجرمي الحرب. صفية كانت في خيبر مع زوجها وهو ابن عمها كنانة ابن الربيع، كنانة ابن الربيع. لما انتهت المعركة بين المسلمين وبين يهود خيبر، بدأت بالحرب وفتح الحصون، وانتهت بالتسليم وتوقيع معاهدة قبل فتح حصون معينة. ووقع النبي صلى الله عليه وسلم تلك المعاهدة وأمنهم على ألا شيء لهم في الأرض وألا شيء لهم في السلاح، وأن يشتغلوا أجراء في الأرض إذا أحب المسلمون ذلك. وفعلا بعد انتهاء المعركة عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن معاملة، واستبقاهم على الأرض يزرعونها مناصفة بينهم وبين المسلمين، منهم العمل ومن المسلمين الآلات والأرض. كنان بن الربيع كان ممن وقع الصلح ولم يقتل ولم يؤسر. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن كنانة قد خبأ جواهر وأموالا وأسلحة لليهود، وكان من بنود المعاهدة أنهم يخرجون كل ما خبأوه وألا يكتموا عن النبي شيئا، وأخبرهم أن من كتم شيئا بعد توقيع المعاهدة ثم ضبط هذا الشيء فهو به، أي أنه سيقتل، ووقعوا على ذلك. ثم حلفوا للنبي بعد توقيع المعاهدة أنهم لم يخبئوا شيئا ولا يعلمون أي شيء في باطن الأرض، وليس عندهم من الأسلحة ولا من الأموال أي شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع من بعض عيونه، يعني من أتباعه الذين بثهم لمعرفة الأنباء، هم في دار حرب، وشأن القائد الحاذق الواعي أنه دائما يبث عيونه لمعرفة ما يكيد به الأعداء أو ما يريدون فعله،
فوجدوا كنانة كل ليلة يخرج في جزء من الليل ويطوف حول خربة من الخرائط. وتابعوه على ذلك اياما ويسألونه بعد القبض عليه فيقول كنت اقضي حاجتي. الاماكن كثيرة وواسعة فلما تتخير هذا المكان بالذات؟ قال هو مكان تصادف ووقعت عليه ليلة واثنين وثلاثة ثم وجدوه في ليلة بعد ان عمل المسلمون عملا جيدا اروا انهم لا يراقبونه وانهم في غفلة عنه وانهم قد ناموا فإذا به يصل إلى هذا المكان ويحفر في مكان منه فلما أحس بمن يراقبه أعاد الرمال إلى ما كانت وكأن شيئا لم يكن إلا أنهم قالوا له هل هنا من شيء؟ قال لا. فأخذوه إلى النبي فاستحلفه فقال لا أعلم شيئا وليس عندي شيء ولا أملك مالا ولا أسلحة. فقال ولو أخرجنا من هذا المكان ما خبر. قال إذا صنعت ذلك فلك أن تقتلني. قال أنت بذاك؟ قال أنا بذاك. أنت بذاك يا كنانة؟ إذا أقررت بالحق نجوت. قال دمي سيكون هدرا إذا وجدتم شيئا. فأمر الرسول من يحفر فحفروا فإذا بمخزن للأسلحة والأموال وبعض الأشياء الثمينة. أدخل بها في هذا المكان. فقال له كيف أنت يا كنانة؟ قال لك أن تفعل ما شئت. فحكم عليه بالإعدام جزاء وفاقا لكذبه وغدره بعد أن أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمن والأمانة وبعد أن أقسم للنبي صلى الله عليه وسلم وقع للمعاهدة. وهذا أقل جزاء يكون للخائنين وكان من ضمن ما وقع عليه النبي في هذا المخزن مجموعة من الأوراق للتوراة التي يقدسها اليهود أو بعض أوراق يقدسها اليهود. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسها بسوء أو أن يحرقها أو أن يسخر منها وإنما حافظ عليها وقدمها لأصحابها حتى يعلمنا ألا نعتدي على بعض المقدسات التي يقدسها أهلها ما دام عندنا في الإسلام سعة. فإن ديننا أمرنا أن نحترم الكتب السماوية السابقة. صحيح الكتب الموجودة حاليا فيها تحريف وتخريف وفيها تضييع للكثير من الأحكام ولكن فيها بعضا مما يحترم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم سياسة عليا منه أراد أن يعلمنا ألا نلين الناس في مقدساتهم حتى لا نثير غضبهم وحتى لا يركبهم الحمق إذا أخذنا شيئا حتى من باطلهم. فإن الإسلام يعلمنا أن نكون على بعد نظر وشدة حذر وأن نثير ثائرة الناس من تلك الناحية. ووقعت صفية زوجة كنانة في الأسر فقيل له يا رسول الله صفية لا تليق إلا بك فهي ابنة سيد القوم وقد ضاع منها كل شيء فلا والد ولا ولد ولا زوج فلو أكرمتها لعل الله تعالى أن يفتح قفل قلوب اليهود لعل الله أن يلين منهم تلك القلوب الحجرية. فنزل الأمر من السماء على رسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج صفية لمجموعة أمور منها أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يطبق ما شرعه المولى جل وعلا بنفسه حيث أجاز الإسلام لنا أن نتزوج المرأة اليهودية أو النصرانية إذا كان هناك داع لهذا الزواج. وليس هذا الأمر هو الأساسي الذي دعا النبي للزواج منها وإنما لأنها ابنة سيد القوم ولأن منزلتها في قومها ربما دعت هؤلاء اليهود إلى التلطف وإلى إخراج ما في قلوبهم من الحقد والضغن. ولكن هيهات لو تابت الحمير عن نهيقها
ولو تابت الحيات عن سمها ولو تابت العقارب عن لدغها لتاب اليهود عن نقض العهود. فتلك طبيعتهم وما بالطبع لا يتخلف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد خيرا بتلك المرأة وأراد خيرا من وراء الزواج بها. ويكفي أنه صلى الله عليه وسلم شرع لنا بزواجه من السيدة الصفية هذان الحكمان، شرع هذين الحكمين. الحكم الأول أنه صلى الله عليه وسلم تزوج من كتابية، والحكم الثاني أنه أعتقها وجعل عتقها صداقها، فصار هذا حكما شرعيا يعمل به، أنه لو كانت لدي جارية وأردت أن أتزوجها فلي أن أعتقها لتصبح حرة وأن أجعل عتقها مهرا لها وأتزوجها بهذا دون أن أعطيها مهرا آخر. وهذا حكم جميل جليل أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. عندما أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها مهرا لها ودخل بها صلى الله عليه وسلم، أسلمت لله رب العالمين قبل أن يبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بها مسلمة وشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق. وتحكي السيدة صفية رضي الله تعالى عنها قصة جميلة جليلة، مبتدئة بقولها الحمد لله الذي حقق لي ما رأيت. فقيل لها وما رأيت؟ قالت عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة انشغل كل الناس به، وكان أكثر الناس انشغالا أبي وعمي وقومي، فإننا معشر يهود كنا نعلم صفة النبي محمد في التوراة بصفاته التي يعلمها الناس من صفات خلقية وصفات خلقية، وما شك أبي ولا عمي في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما منعهما الحقد والحسد. وكنت إذا دخلت على أبي يترك كل المشاغل ويلتفت إلي ثم يأخذني بين يدي ويداعبني. فلما دخل النبي إلى المدينة دخلت إلى أبي وكان في الحجرة مع عمي ياسر ابن أخطب وهما يتحدثان. فلما دخلت ما ألقى لي بالا ولا نظر إليه وكان مشغولا عني، وسمعت عمي يقول له يا حيي والله إنه هو الذي بشرنا به في التوراة نعلم صفته، وإني قد رأيت فيه ما لا أشك فيه وأنت تعلم ذلك. فيقول أبي لأخيه نعم والله إني لا أعلم، ولكن والله ما زادني علمي فيه إلا بغضا له، وسأظل على حربه حتى أهلك أو يهلك. فتعجبت من هذا الذي شغل أبي عني وما كان يشغله شيء إذا دخلت عليه. فنمت فرأيت في منامي كأني أنظر إلى السماء فوجدت القمر مكتملا ليلة البدر، ثم نظرت إليه مليا فإذا بالبدر ينزل ويقع في حجري، فقمت من نومي وأنا مستبشرا
فقصصت هذا على أبي وعلى عمي وعلى زوجي، فما كان من الزوج إلا أن لطمني على وجهي وقال: تعشقين ملك العرب؟ لقد فكرت فيه مليا. فبكيت وسكت، وتلك أثر اللطمة على وجهها كانت تريها لمن تحدثه. ثم تحمد المولى جل وعلا أن حقق لها ما رأته، وأكرمها المولى جل وعلا فزفت إلى بدر الدنيا والآخرة إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عنها: من كتب في وصفها: كانت من أجمل نساء العالمين، وما كانت زوجة من زوجات النبي تفوقها جمالا، رضي الله تعالى عنها. وكانت تؤدي المطلوب منها قدر استطاعتها، محاولة ألا تتذكر ما كانت فيه من أيام خلت، مبتعدة عن كل ما يثير النبي صلى الله عليه وسلم أو عن كل ما يغيظ زوجة من زوجاته، فإنها كانت حريصة ألا يحدث منها ما يعكر الصف، رضي الله تعالى عنها. تقول هي: كأنما غضب النبي مني في يوم أو أحسست بذلك، فذهبت إلى عائشة فقلت لها: يا عائشة، لا أطيق ألا ينظر النبي إلي، وإني أخشى أن يكون قد وجد علي، فلو أصلحت بيني وبينه أهب لك ليلتي منه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبيت كل ليلة عند زوجة من الزوجات، أحست كأنه قد حدث شيء منها، فقالت لعائشة: إن أصلحت بيني وبينه وهبت لك ليلتي. بتقول السيدة عائشة: فقبلت ذلك وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر يمر على بيوت أزواجه كلهن، يدنو من كل واحدة دون مسيس، فيسلم ويسأل: هل لكن من حاجة؟ ثم إذا ذهب إلى صاحبة النوبة بات عندها. في ليلة صفية عندما دخل جلست بجواره وانضممت إليه، فقال: إليك عني، فإنها ليست ليلتك. قالت: بلى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال: وما ذاك؟ فقالت له ما حكته صفية، فابتسم صلى الله عليه وسلم ورضي عنها ولم يحرمها من الحق الذي لها. يستفاد من هذا حرص الزوجة ألا يحدث منها ما يعكر الصفو بينها وبين زوجها، ولو حدث شيء أو أحست أن هناك في نفس الزوج أي شيء تحاول أن تسترضيه ولو بالتنازل عن بعض حقها، لأن رضا الزوج مما يجب أن تحرص عليه الزوجة المسلمة، خاصة إذا كان هذا الزوج ممن يتقي الله تعالى. فكيف إذا كان الزوج هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟
بعد السيدة صفية تزوج صلى الله عليه وسلم آخر الزوجات وهي السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي خالد سيدنا خالد بن الوليد وخالد سيدنا عبد الله بن عباس. أم سيدنا خالد أخت السيدة ميمونة، أم عبد الله بن عباس أخت السيدة ميمونة. وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية في السنة السابعة للهجرة، بعد أن أدى النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء. عمرة القضاء عن عمرة الحديبية، لأن عمرة الحديبية كانت في السنة السادسة للهجرة، حيث خرج مع أصحابه للعمرة فوقفت قريش في طريقهم، فكان ما كان بعد أخذ ورد، ليس هذا مجال التفصيل الآن، أن وقعت معاهدة الصلح المسمى بصلح الحديبية، وكان من بنودها أن يعود المسلمون عامهم هذا لا يدخلون مكة، وأن يعودوا في العام المقبل ليظل المسلم بمكة أياما ثلاثة يقضون فيها العمرة ثم يخرجون. فرجع صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع أن مكة كانت قاب قوسين أو أدنى، بعد أن لاحت أعلامها وبعد أن تشمموا هواءها وبعد أن استيقظ الحب والعشق لتلك البلدة في قلوبهم، أمرهم الله تعالى بالرجوع وكان صعبا جدا. وفي العام السابع خرجوا للعمرة قضاء لتلك العمرة، ولذلك بتسمى عمرة القضاء أو عمرة القضية، أي أن تلك العمرة في العام السابع بدلا من العمرة التي لم تكتمل بعد أن حدث ما حدث. بعد نهاية تلك العمرة وبعد أن تحلل النبي من الإحرام عقد على السيدة ميمونة بنت الحارث. أنا بقول بعد أن تحلل من الإحرام، لما لم يعقد عليها وهو محرم؟ إن من ضمن الأحكام الشرعية أنه يحرم على المحرم وقت إحرامه أن يتزوج أو يزوج، يعني طول ما أنا محرم بالحج أو بالعمرة يحرم علي أن أعقد أو أخطب امرأة أو أزوج غيري. يحرم على المحرم بالحج أو بالعمرة أن يزوج أو يتزوج. الكلام ده واضح؟ فلما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة عقد على السيدة ميمونة، امرأة كبيرة في السن من قبيلة من عائلة لها منزلتها ولها مكانتها، وأراد بالذات أن يفتح قفل قلوب بني مخزوم، لأن أختها تعتبر زوجة الوليد بن المغيرة الذي كان له البنين الشهود وكان من كبار أهل مكة والطائف، فزواجه من ميمونة ربما وصل حبل النسب بهم، فلانت قناتهم وابتعدوا عن كثير من شرورهم، وحسنا فعل، وكل فعل النبي حسن، وفعلا دخل الكثير من أقرباء السيدة ميمونة في الإسلام بعد إسلام بعد زواجه صلى الله عليه وسلم منها، وهي آخر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. رقم 11، هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء؟ لم يدخل بامرأة كزوجة سوى هؤلاء، إلا أنه دخل بامرأتين لا على أنهما من الزوجات، وإنما من السراج من الإماء، تسرى بالسيدة ريحانة القرضية جارية من يهود بني قريظة بعد أن أسلمت، وتسرى ايضا بالسيدة ماريا القبطية التي اهديت اليه
من المقوقس الذي كان حاكما لمصر وقت أن أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، فقبل النبي رسالة، فقبل المقوقس رسالة وقبلها، إلا أنه ردا لطيفا لم يبتعد عن الإسلام ولم يقترب منه، وأراد أن يصل حبل الود بالنبي، فأكرم أصحاب النبي الذين حملوا رسالة وأرسل معهم هدية جاريتين وبعض الدواب وبعض الملابس وطبيبا وعسلا كما تقول القصة، فقبل كل الهدايا إلا الطبيب فقال لا حاجة لنا به. وليس معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم لا يحب الطب ولا يحب الأطباء، وإنما لأنه صلى الله عليه وسلم لم تكن له به حاجة، حيث أغنى الله تعالى رسوله والمؤمنين بالشفائين اللذين ما حكم المولى جل وعلا على شيء بالشفاء إلا فيهما، بالقرآن والعسل، حيث قال عن القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وكما قال عنه وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، نعم، وكما قال عن العسل فيه شفاء للناس، نعم، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك قالوا الشفاء المؤكد من السماء بلا شك ولا سوء ظن القرآن والعسل، العسل أمر مادي والقرآن أمر معنوي، نعم. أما بقية ما يتداوى به فإن الشفاء فيه مظنون، قد يكون وقد لا يكون، لأن هذا من صنع البشر أو من ترتيب البشر أو من صناعتهم أو من وصفهم، أما ما رتبه المولى جل وعلا ووصفه وحدده فهو القرآن الكريم والعسل، فعليكم بالشفائين القرآن والعسل. كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الشفاء ليس في الدواء فقط، وإنما في الدعاء قبل الدواء، والدعاء قمته القرآن الكريم، فإذا استعملنا القرآن كمصدر للشفاء مع إخلاصنا ويقيننا حقق الله تعالى لنا ما نريد، وإذا استعملنا العسل على أنه مما وصفه الله تعالى فبتلك النية سيحقق الله تعالى لنا الشفاء، وبنياتكم ترزقون، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من هدايا هذا الرجل والمقوقس تلك الجارية التي تسمى ماريا، وكان لها أخت أخرى اسمها سيرين، فأهدى النبي سيرين إلى حسان ابن ثابت شاعر الرسول والمسلمين، وخص نفسه بماريا ودخل بها بعد أن أسلمت، فإن ماريا أسلمت ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم لا على أنها زوجة وإنما على أنها ملك يمين، والله تعالى أباح لنا الزوجة وما ملكت اليمين، حيث قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وما فعل النبي ذلك لشهوة وإنما للتشريع، فربما قال واحد من الناس من العيب أن أتسرى أن أجعل أمة لتكون أما لولدي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل تلك الأشياء للتشريع، أي نعم زواج الحرة مقدم، إلا أن الدخول بالأمة يجوز، فمن باب الإجازة الشرعية فعل النبي ذلك، وكما قلنا ما فعل النبي شيئا بمزاجه وهواه، فلم يكن له مزاج شخصي ولا هوى غرزي، لأن أمره كله كان من الله ولله تعالى،
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. محياي كل شيء في حياتي لله تعالى. فإذا كان قد أخذ ماريا فبأمر الله تعالى أخذها للتشريع. جاءت تلك المرأة بولد من النبي صلى الله عليه وسلم، أنجبت له إبراهيم رضي الله تعالى، وتوفي دون أن يكمل 20 شهرا، توفي وهو صغير، وجاء على كبر والولد على الكبر عزيز المنزلة يتعلق به الأرض، بالذات إذا كان لم يأتي له من زوجاته أخريات لي أولاد، تزوج 11، لم يأتي من أولاد إلا من الأولى، وقد ماتت السيدة خديجة، تزوج البكرة فلم تلد، وتزوج الثيب التي ولدت من سواه قبل ذلك فلم تلد عنده. فلما قارب على 60 رزقه الله تعالى بإبراهيم وفرح به فرحا شديدا، إلا أن الله تعالى أراد خيرا حيث أخذ هذا الولد لحكم جليلة اقتضتها إرادة المولى جل وعلا. ربما عرجنا على ذلك عند الحديث عن حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى تزوج 11 من النساء الحرائر، وتسرى باثنتين على وجه التأكيد، ويقال تسرى بأربعة، وعقد على بعض النساء ولم يدخل بهن لبعض عيوب ظهرت في تلك النساء. عقد على امرأة وفي ليلة الزفاف عندما دخل عليها إذا بها تواجهه مباشرة، عندما رأت وجهه وقالت أعوذ بالله منك، جهل كبير، مصيبة مخاخربان. فنظر إليها وقال استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك. معنى الحقي بأهلك يعني أنت طالق، يعني الطلاق ليس طلاقا صريحا وإنما طلاق كنائي، يعني يقول كلمة يقصد بها الطلاق وإن كان ظاهرها الطلاق. حقي بأهلك، لأن إذا كانت من أول ليلة بيقول أعوذ بالله فدي تكتمن على الوحي، كأنما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفنا أنه يجوز للرجل أن يطلق المرأة ولو في ليلة الزفاف لعيب لا تمكن الحياة به. وأيضا عقد دخل بامرأة فوجد في جنبها أو في كشحها كما تقول الرواية برصا، يعني في جنب من جنب من الداخل، فطلقها، ولا يعتبر عيب. وكأني بالرسول يشرع لنا إذا دلست عليك المرأة وأهل المرأة فكتموا عيبا في المرأة لم تعلمه قبل العقد، فيحق لك أن تطلق وأن تأخذ كل الحقوق التي دفعتها جزاء وفاقا لكذبهم عليك. الكلام واضح؟ نعم. أول النساء موتا في حياته صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، ثم بعدها السيدة زينب أم المساكين، وهاتان الزوجتان متن في حياته صلى الله عليه وسلم. بقية الزوجات متن بعده صلى الله عليه وسلم، وأول زوجة من زوجته ماتت بعده السيدة زينب ابنة عمته رضي الله تعالى عنها، وآخر الزوجات موتا أم سلمة، ويقال السيدة صفية، فقد ماتت أم سلمة في عهد يزيد ابن معاوية، يعني في حدود سنة 61-62 هجرية. نعم، رضي الله تعالى عن الجميع. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المدينة إلا زوجة واحدة وهي السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، فهي التي دفنت في مكة المكرمة، زادها الله تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. نعم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن تزوجن قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا السيدة عائشة
رضي الله تعالى عن الجميع، فهي البكر الوحيدة التي تزوجها بكرا. نعم. أما الباقي فتزوجهن ثيبات. ربى صلى الله عليه وسلم بعضا من أبناء زوجاته، وخاصة أبناء السيدة أم سلمة الأربعة، رباهن النبي صلى الله عليه وسلم وزوج بعضهن رضي الله تعالى عنها وعن أولادها. نعم. بقي علينا بعد هذا أن نتحدث عن شيء مما كان صلى الله عليه وسلم يفعله مع زوجاته من ناحية العشرة باختصار دون فضول. أفضل من يحكي عن الرجل أهله، أعلم الناس بالرجل أهله، وأهله أي زوجاته، فإن الأمة قد تعلم شيئا ويغيب عنها أشياء، أما الزوجة فهي بالزوج ألصق. وقد أباح الله تعالى للرجل من المرأة ما لم يبحه للولد من الأم. نعم. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مكان الزوج عند الزوجة كبير، وأن مقام الزوجية عند الله تعالى عظيم، وأن المرأة إذا أطاعت ربها ولم تعص زوجها في حق جمعهم الله تعالى في الجنة، وأن الله تعالى يغفر للزوجة صغائر الذنوب إذا أكرمت زوجها ولم تخنه ولم تعصه في معروف، وأن المولى سبحانه وتعالى عرفنا في محكم كتابه مادحا للمرأة التي تسير في بيت زوجها على أساس مما يريد بقوله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، صفات إذا توفرت في الزوجة المسلمة استحقت ثناء السماء عليها. وكأني بالمولى جل وعلا يوحي لنا بتلك الجمل أن نتخير في المرأة صفة الصلاح والعبادة، لأن تلك الصفات تجعل المرأة محافظة على سمعتها وسمعة زوجها ومالها ونفسها، حتى لو غاب زوجها أو حضر، سيان لأن دينها يعصمها من الوقوع في الخطأ. حافظات للغيب بما حفظ الله، أي حفظ الله تعالى لهن هذا الدين فحافظن بناء على ما حفظه الله لهن. وكأني بالمولى جل وعلا يحرضنا على أن نختار الصالحة القانتة حتى تحفظنا في غيبتنا، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وكما قال: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. حفظتك في نفسها ومالك. نعم. وإن من نعمة الدنيا الزوجة الصالحة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال: الزوجة الصالحة من حسنات الدنيا، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والزوجة الصالحة تكون لرجل أما وزوجة وبنتا وأختا وصديقة، وقد مثلت هذا الدور العظيم أعظم تمثيل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا. بتحكي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنسألها بنقول لها: يا أم المؤمنين، أيتها الخصان الرزان، أيتها الصديقة يا ابنة الصديق، ماذا كان النبي يفعل في بيته معكن؟
قال كان في البيت مع أهله كأحدكم مع أهله، يضاحكنا ونضاحكه ويحادثنا ونحادثه، فإذا نودي للصلاة قام إليها فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. فإذا نودي للصلاة قام إليها فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يعني عندما يكون ما في وقت صلاة ربنا ما بينادي عليه، بيلاحظ الزوجات، بيضحك الزوجات، يتحدث معهن، إذا سمع الله أكبر غطى على كل شيء، قام إلى الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. بتقول كان صلى الله عليه وسلم في بيته، يقم بيته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته. الرسول كان بيرجع الثوب اذا احتاج الثوب الى شيء من هذا، وبيحلب الناقة طبعا، سيد من حلب. عارفين حكاية ناقة ام معبد طبعا في ليلة الهجرة، الناقة الشهيرة كأني بها الشاهد الشهيرة كأني بها تفخر على شياه الدنيا كلها، مس ضرعها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان يقم بيته، نعم ده الرسول كان عنده خدم متطوعين 11 واحد، خلاف من كانوا يخدمون النبي بالأجر. وكان المتطوعين واحد متطوع يحمل نعل النبي اذا دخل المسجد او خرج منه، الرسول يمنعه فلا يمتنع محبة. هو عبد الله بن مسعود صاحب النعل والسواك، حط النعل تحت باطه واكرم به من نعل، وكان يحمل سواك النبي صلى الله عليه وسلم. انس بن مالك امه جاءت به الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده 10 سنوات، وقالت انس هو ولدك يا رسول الله يخدمك في البيت رجاء ان تكرمه بدعوة، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة اثمرت ثمارها في العام مرتين مش مرة واحدة، دعا له بطول العمر والصحة والنجابة في الاولاد والبركة في الرزق، فعمر اكثر من 100 سنة، وجاء من ظهره بعشرة من الذكور كلهم حفظوا القرآن، وكل واحد جاب اكثر من 10، وكان له بستان يأتي في العام بثمرتين، وبساتين العالم تأتي بثمرة واحدة. أنس بن مالك كان يخدم الرسول مجانا، وحكى عن الرسول أشياء كثيرة جدا. مع وجود هؤلاء، وكان كل زوجة لها حجرة واحدة طبعا، وما كانش فيه كركبة كثيرة في حجرات الزوجات مثل اللي عندنا، طبعا عندنا حجرة جلوس وطعام وحجرة النوم وكام دورة مية واشياء تعبانة، لا هي حجرة واحدة فقط، كانت لكل زوجة حجرة، صحيح حجرة واسعة وفيها اثاث بسيط جدا، مكان للنوم. تقول عنه السيدة عائشة كان صلى الله عليه وسلم ينام على سرير، عارفين سرير المصطفى خشبتين مرغوزين في الحيط في مكان يعني متباعدين عن بعض، يمد بينهما حبال من ليف، ثم يأتي بقطعة من جلد يحشوها ليف وينام عليها، ووسادة كذلك، ويتغطى بغطاء واحد. ده الفراش الذي كان ينزل فيه الوحي على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، نعم كان ينام على السرير وصنع له سرير من ساج يعني من خشب جميل جدا، اذا كان بينام على هذا السرير اللي هو المتواضع، وينام على بعض الاسرة الاخرى. ومع وجود الخدم والمرأة في كل حجرة، وطبعا الاعمال كانت بسيطة، كان يساعد اهل البيت. هل لان العمل كان كتير على اهل البيت؟ ابدا، العمل كان بسيط جدا، لان له من الزوجات العدد الكبير، وعنده من المساعدين من الخدم العدد الوفير، فلما كان يقوم بيته ويخصف نعله ويرفع ثوبه ويحلب شاته. بيعلمنا الادب والذوق والتعاون مع اهل البيت، كانه عاوز يقول اني لاتعاون حتى ادخل السرور على قلب اهل البيت، وحتى يعلم الجميع ان خدمه الرجل لبيته انما هو تكريم له
فإنه لا يخدم في بيت غيره. إني لا أتعجب ممن يشتغل أجيرا عند الناس مثل الموظف. بشتغل أجير عند الحكومة، بشتغل أجير في المصلحة في الشركة. ويأبى أن يشتغل في بيته وهو يملكه وهو سلطانه، ويتكبر على من لا يستطيع أن يتكبر، على من يعمل عندهم في الحكومة أو في الشركات، وإنما يتكبر على زوجته وعلى أولاده فلا يعمل، ويقول لماذا أتيت بك إذا كنت أنا الذي سأعمل. يا أخي، هو نوع من أنواع الرمز الدال على التعاون الصادق، على المحبة بينك وبين زوجتك، خاصة في مثل هذا العصر الذي كثرت فيه المشاغل والمشاكل، واتينا في البيت بما يحتاج الى اربع زوجات مزوجة واحدة. عندك ثلاث حجر، وعندك حجرة جلوس وحجرة طعام وكم دورة مياه، واولاد كثيرين، وطلباتك لوحدها عاوزة واحدة واقفة معاك لا تخدم سواك. الا يليق بك ان تقلد سيد الخلق محمد وان تقتدي به وان تساعد اهل بيتك؟ انت رحت تزور صديقك في بيته فلقيت الصديق مشغول باعتبار ان مرفوع الكلفة بينك وبين صديقك، قال لك ادخل يا ابو حميد. دخلت يا ابو حميد، اعمل الشاي، بتدخل المطبخ وبتولع وتغسل الادوات وبتعمل الشاي، بتقول اصل مرفوع الكلفة بيني وبين بعض. يعني خدمت نفسك وخدمت غيرك في بيت صديقك، فلما لا تصنع ذلك مع زوجتك؟ بتقول حتى لا تعتاد الزوجة على ذلك وبعدين تتنبل في الخط وتسيبني انا اللي اقوم بالعملية. هذا يعود الى رجولتك وقوة ارادتك. ان كنت قد اخترتها كما اراد المولى جل وعلا صانك، وان المرأة الطيبة التقية لا تتألم اذا مد زوجها يده ليصنع شيئا في البيت، فاذا صنعت فان ذلك يكون على عينها، وان ذلك يؤلمها نفسيا، الا انك لحبك تصنع ذلك، وهي لحبها لك تأبى عليك ان تفعل شيئا من هذا. اذا كان هناك تفاهم كان هناك تعاون، وقدوتنا في هذا هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. بتقول كان صلى الله عليه وسلم يأكل معنا يده بيدنا، الوعاء واحد، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد موجودا ولا يتطلب مفقودا. لا يرد موجودا ما دام حلالا، الشيء الموجود. كان يدخل على عائشة، هل عندكم من طعام؟ نعم. ماذا؟ خبز وزيت. خبز وزيت، خبز وملح، خبز وخل، نعم الإدام الخل، بسم الله، ويأكل الموجود. في يوم آخر عندنا شاه، شاه مشوية، يأكل منها. مش معنى شاه يبقى يبضع ويفتح النفس على الآخر ويأكل 5-6 كيلو، لا، كما يأكل من الخل والخبز والزيت يأكل من اللحم. ما ملأ صلى الله عليه وسلم بطنه من طعام قط. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: والله ما ملأ رسول الله طعام بطنه من طعام قط، وما شبع من خبز الحواري ولا ذاك الخبز الأبيض اللي هو لمؤرزة منحول نقل جيد، نمرة واحد اللي بنكله الأيام دي. بيقول ما أكله صلى الله عليه وسلم، وإن أكل فما شبع منه قط. وكان صلى الله عليه وسلم كما علمنا إذا أكل أكل إذا كان جائعا ولا يملأ بطنه شبعا، وإنما يقوم وله في الطعام رغبة. وعلمنا بهذا الحديث أن نصنع كذلك، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، وحذرنا من امتلام ملء البطون، وخاصة أن النعمة لن تضيع منك إذا حافظت عليها،
وإنما الصحة هي التي إذا ضاعت فإن النعم لا قيمة لها بعد ضياع الصحة. ولذلك كان يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وكان صلى الله عليه وسلم ربما دخل في بعض الأيام فسأل هل عندكم من شيء فتقول لا، فيقول فإني اليوم صائم، وينوي الصيام من بعض الشمس، من بعض طلوع الشمس. وده رأي لبعض الأئمة قالوا يجوز للإنسان أن ينوي الصيام تطوعا إذا طلعت الشمس ولم يأكل شيئا، يعني ما بيت النية وإنما نوى من بعض طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بعض الأيام. وقالت رضي الله تعالى عنها ما مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على امرأة قط، ما مد يده على امرأة قط، زوجة ولا خادم. سبحان الله، تسع زوجات كنا في عصمته، في عهدته. وطبعا كان العهد عهد جاهلي، يعني في قرب من الجاهلية والضرائر بينهن ما بينهن، ورسول الله مشغول بأمور تنوء بها الجبال، حروب ومقابلات ودعوة إلى الإسلام وقاضي وقائد عسكري وزوج وأب وصديق ومجامل ورئيس دولة وعابد للمولى جل وعلا، لا ينام الليل إلا قليلا، ومع ذلك كان يحكم أهل البيت بالذوق والأدب مع بعض الاختلاف بينهن، إلا أنه كان أعلى منهن جميعا وأقوى منهن جميعا بأدبه وذوقه وقوة إرادته. ما سب امرأة من زوجاته ولا لطمها ولا دعا عليها ولا ضرب بيده خادما طول حياته، كما قالت السيدة أم سلمة، تحكي قصة جميلة جدا. بيسألوها الرسول كان في البيت بيعمل ايه مع الخادم، قالت اقول لكم كانت عندنا خادمة صغيرة، بنت صغيرة، فناداها النبي لشيء من الاشياء فلم ترد، فناداها ثانية فلم ترد، فناداها ثالثة فخرجت ليبحث عنها فوجدتها تلعب في بهم في مكان متسع امام البيت مع بعض الاولاد الصغار، فقلت لها ينادي عليك رسول فلا تجيبين، قالت والله ما سمعت، فقدتها الى النبي فامسكها بيده ثم امسك السواك بيده اليمنى لم يستاك يمسح سنانه، ثم قال لتلك البنت الصغيرة انادي عليك فلا تلبين، والله لولا خوف القصاص يوم القيامة لأوجعتك ضربا بهذا السواك، بهذا السواك اللي بتستعمل المجشة والكرسي، ما احنا ما بيكفيناش الا ايد مجشة تكون سمينة شوية، كرسي يكون عفي، وما يهمش انها ضعيفة صغيرة جاهلة ما تفهمش، لا لا لا. وبتلعن طبعا ابوها بابوها، ده جدها واللي جابوها، وربما زدت فتطاولت على دينها وصنعت ما لا يليق، وربما لطمتها على ما نهاك رسول صلى الله عليه وسلم ألا تلطمه اللي هو الوجه بالذات، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يلطم الإنسان على وجهه حتى ولو كان مجرما حتى ولو كان حيوانا، نهى أن نلطم الحيوان على وجهه. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بتسأل عن خلقه صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، أي يطبق أحكام القرآن على نفسه وعلى بيته. كيف كان يتعامل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم؟ من ناحية إيه؟ من كل ناحية قد الأحكام العامة. كان صلى الله عليه وسلم عادلا في القسمة بين الزوجات، فكان يأتي لكل زوجة بما يأتي به للأخرى ملبسا وآنية ومتاعا، وكان يحدث الأولى كما يحدث الثانية ويضحك للثالثة كما يضحك للرابعة،
وكان ينام مع كل واحدة ليلة، ينام في الفراش، ربما حدث شيء وربما لم يحدث. وكان يعطي لكل زوجة حقها من ناحية المأكل والمشرب والملبس والمبيت والتكريم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفضل امرأة على الأخرى كبيرة أو صغيرة، ما فضل عائشة على الزوجات مع صغر سنها وحلاوة وجهها وسلاسة منطقها وحلاوة عشرتها وقرب أبيها منه، فهو الرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كل ذلك ما فضل عائشة رضي الله تعالى عنها بشيء، وإنما كان يحبها في قلبه حبا أكثر من الزوجات، غير أن هذا الحب لم يدفعه إلى تكريمها أفضل أكثر أو إلى تفضيلها عليهم. وكان دائما يخشى من الله تعالى أن يكون حبه لبعض الزوجات فيه زيادة أو فيه ظلم، ولكن الحب في القلب، والقلب إنما يسيطر عليه المولى جل وعلا. فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني يا رب أنا من ناحية الأكل والشرب واللبس ده اللي أملكه أقدر أعدل فيه، أما من ناحية الحب أحب عائشة أقل أو أكثر هذا شيء لا أملكه، فأنت الذي تضع الحب في القلوب، لا تلمني فيما تملك ولا أملك. ولذلك قال العلماء: إذا كانت لك بدل الزوجة زوجتين ثلاثة أربعة فعدلت بينهن في المأكل والمشرب والملبس والمبيت والمخالطة، ما كان عليك من حرج لو أحببت الأولى أكثر من الثانية أو جامعت الأولى دون الثانية، فإن الحب والنوم والانتماع لا يشترط فيه عدل من ناحية وجوب ذلك عليك. يعني مش لازم إن إذا حدث أنك أتيت المرأة الأولى لابد أن تأتي المرأة الثانية في ليلتها، هذا شيء ليس في الطاقة، لأن الحب ينبعث من القلب والشيء الآخر يفعله الإنسان عندما تتولد في داخله رغبة، لا أنه كشيء آلي كلما نام بجانب امرأة يكون هذا الشيء. والمعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي من القوة الجسدية قوة 30 من أشداء رجال، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث تقول السيدة عائشة: ربما طاف على نسائه كلهن في ليلة واحدة وأتاهن جميعا، ليشرع لنا أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجاته إن كان أكثر من واحدة في ليلة واحدة، وربما اغتسل عند كل امرأة، وربما اغتسل غسلا واحدا بعد إتيانه للنساء. وكان صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل قبل أن ينام، وربما نام دون أن يغتسل، ولا يغتسل إلا قبل الفجر، ولكنه إذا نام بعد جماع قبل الغسل كان يتوضأ، فإما أن ينام على غسل وإما أن ينام على وضوء. ومن هنا علمنا أنه من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا أتيت أهلك وأردت أن تنام فعليك أن تتوضأ إذا أردت أن تنام أو تعاود لزوجتك، حتى قال الرسول في هذا حديثا وهو يقول: توضأ فإنه أحمد للعود وأنشط. أحمد للعود وأنشط، يعني حركتك بعد ما تكون أديت هذا العمل بتقوم تتحرك وتمس من الماء، تلك الحركة تولد جريانا للدم، ربما انبعث شيء فيك آخر أو كانت لك رغبة، ويقوي الله تعالى من شاء من عباده بما شاء، فإن هذا أمر يتحرك بتقدير الله تعالى لا لوجود الجنس بجانب الجنس. كتبت فرح زوجتك شهر واثنين لا يتحرك منك شيء، وتجد بجانب الزوجة الأخرى بمجرد أن تراها ربما مالت البكاء وصنعت هذا الشيء. ولذلك لا يعاقبك الشر إذا كنت تعطي للمرأة الأولى من هذا الشيء أكثر دون أن تحرم الثانية في غضون 4 أشهر من اللقاء، فإن 4 أشهر هي أقصى مدة لهجر المرأة إن قصدت أو لم تقصد،
حتى لا يكون هناك إهمال كلي للزوجة. الكلام واضح. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحكي عن كل شيء بالتفصيل حدث في بيت النبوة. وانا سبق ان انا قلت لكم حياة نبينا مكشوفة من قبل ولادته الى ان لقي الله تعالى. ما في شيء نخشى على نبينا من ستره، لانه ما فعل منكرا وانما فعل الحق كل الحق لتقتدي به الامة، لانه لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالته. فكل شيء في بال المسلم يحب ان يسأل عنه فلا حرج عليه اذا سأل. واحد بيقول لي حتى لقاء الرسول مع زوجته. نعم، كانت السيدة عائشة تقول كل شيء بس باسلوب فيه ذوق وفيه ادب. كانت تقول كان صلى الله عليه وسلم يداعب زوجته قبل ان يأتيها. ده فيها نوع من انواع الادب الجميل جدا. ونهى ان يقع الواحد على زوجته كما تقع الدابة، مش على طول داخل من الباب للطاق كده للمعركة مباشرة، فيه مقدمات كما قال العرب ليكن بينك وبينها قبل الوقاع رسول. قالوا وما الرسول؟ قال قبلة او لمسة او حديث طيب. يا سلام على الادب. مقدمات نوع من انواع الايقاظ. والرجل العاقل يستطيع باختلاطه مع زوجته ان يدرس خريطة جسدها كما تدرس هي خريطة جسده، ويعرف النقاط التي تثير والنقاط التي تؤلم حتى يتجنب الثانية وحتى يتوخى الاولى، حتى تكون هناك من الألفة والمحبة ما يستديم به بقاء هذا البيت رونقه وأبهته لينتج الامن والاطمئنان المطلوبين. وعلى فكرة هذا اللقاء بين الرجل وزوجته اللي هو الجماع عبادة من العبادات، وده يعتبر شيء غريب عند بعض الناس. وبعض الصحابة استغرب من الرسول وهو يعرفنا ان لقاء الزوج بزوجته يأخذ عليه اجرا، عبادة بتاخذ حسنات عليه. حتى على هذا الشيء. نعم، عندما قال وفي بضع احدكم صدقة، فتعجب الصحابة. واحد منهم بيقول أيأتي أحدنا زوجته ويأخذ على ذلك أجرا؟ بيستغرب، يعني ده الواحد مننا مشتاق لهذا العمل وبيتقدم إليه بشهوته وغريزته. ده أجر إيه؟ ده لو منع بيقاتل دون هذا الشيء، يعني هو راغب فيه حتى لو ما في أجره هيدفع فلوس هيدفع فيأخذ أجر. فبيقول أيأتي أحدنا زوجته ويأخذ على ذلك أجرا؟ فيقول الرسول له لو وضعها في حرام أيأخذ على ذلك وزرا؟ قال نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال أخذ على ذلك الأجر. منطق، يعني أنت لو عملت العملية دي في الحرام هتأخذ على رأس اللي خلفوك؟ نعم. لما تضعها في حلال هتأخذ أجر من الله. في بضع أحدكم صدقة. ولكن حتى يكون هذا العمل من باب القربة لله تعالى عليك أن تتذكر الآتي، أن تتذكر أن الله تعالى هو الذي أحل لك تلك المرأة وأباحها لك، وأنها نعمة من نعم الله تعالى عليك، وأن قصدك من وراء لقائها ووقائها أن تحصن فرجك وأن تصون قلبك من الحرام، وأن يرزقك الله تعالى من وراء هذا اللقاء من يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا. ده يكون قصدي، تكون نيتي ان انا قصدي من وراء هذا ايه؟ متعة جسدية فقط؟ ابا حيوان، انت منت هتمال المتعة هتمالها، ولكن ليكن قصدك طيبا ان تكون نيتي تحصين فرجي ومنعي من الوقوع في المحرم، وان يرزقني الله تعالى من وراء ذلك نسلا يعبده ويوحده. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ قبل هذا العمل. انا بقول لواحد كده في يوم من الايام يتوضأ، قال لي وانا ناوي اصلي ركعتين. وإلا هتصلي ركعتين؟ وما فيش وضوء الا لصلاه ركعتين يا بارد. انا بقول لك الرسول كان بيتوضا، تقوم تقول لي هصلي ركعتين؟ هو الرسول كان بيصلي ركعتين؟ ايوه تصلي ركعتين معاه. وماله لما تقدم بين يدي هذه النعمه شيء من العباده كالشكر لله تعالى؟ انت ما بتقدم اشياء كثيره اذا اردت ان تصنع هذا في الحرام. بتصحى ثلاث اربع ساعات
وبتدفع اللي بيدفع وبتواري نفسك وبتسهر وبتعمل الاشياء المتعبة جدا في سبيل الوصول الى مثل هذا، ومع هذا فقد رزقك الله تعالى به حلالا مع اطمئنان وامن وسكينة كما قال سبحانه وتعالى، فلا اقل من شكر الله تعالى على ذلك. فانا بتذكر نعمة المولى جل وعلا حيث اباح لي هذا في امن واطمئنان ودون خوف من رقابة او اطلاع انس او جن او ملك، لان انا مش عاوز حد يطلع على اخلاف اللي اباح لي هذا الشيء، بس هو اللي يعلم. لا عاوز ملائكة تشوفني ولا بني ادمين ولا جن. قال لي الرسول ادي لك انا برشامة حلوة كده، حاجة بسيطة تستعملها قبل ما تكون ناوي وانك تنام مع زوجتك، تقطع الطريق على الشياطين من الانس ومن الجن واطمئن. من ناحية الملائكة مش هتشوفك لما تكون مع زوجتك، لان الملائكة عباد مكرمون يستحون ان ينظروا الى عورات مخلوق. اطمئن، ان الملائكة تراقبكم وتستحي من الله تعالى. ويقول الرسول استحوا ممن لا يفارقونكم الا عند قضاء حاجتكم وعندما تكونون مع زوجاتكم. فلما تدخل لقضاء الحاجة الملائكة ما بتشوفك، ولما تكون مع زوجتك اطمئن مش هتشوف. طب هذه الملائكة، بقي الانس والجن. الانس اقفل الباب وادخل ستار، واضح الكلام؟ وبلاش لما يكون حد بجنبك ولا الاولاد نايمين في الحجرة، خلي عندك ذوق، يعني خلي عندك نوع من انواع الاحتياط، خاصة اذا كان الاولاد قريبين من العاشرة، مش بقول بعد العاشرة، لا حتى من سن السادسة والسابعة، فان للاولاد اجهزة تسجل بدقة وان كانت لا تفهم المسجل، المادة المسجلة ما بتفهمهاش، انما بتسجلها حتى اذا وصلت الى سن الفهم اللي هو سن البلوغ بتعيد الشريط من الاول، بيقول ده انا فاكر ان حصل كذا. اتق الله واحذر. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهنا لمثل تلك الامور الدقيقة. نعم، الانس باغلق الباب واخذ الستائر. طيب والجن؟ الرسول قال في حديث تقوله اذا قلته صام الله تعالى مكانك هذا من شياطين الانس والجن. اقول ايه يا رسول الله؟ بيقول لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فانه ان يقدر بينهما ولد لا يمسه الشيطان، ان يقدر بينهما ولد لا يمسه الشيطان. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ما حد يقول والله ما انا فاكر، وانا مسجل في الوقت ده بيفتكر حاجه يا مولانا، والله يفتكر كده، ده كان رابط نفسه بمولاه بيتذكر مولاه عند كل نعمه، فيقول ذلك واكثر. وعلم زوجتك فاذا نسيت ذكرتك. ومن ادابه صلى الله عليه وسلم حيث قالت عائشه كان صلى الله عليه وسلم يستتر عندما يكون مع زوجته، ونهانا عن التعري، نهى الرجل والمرأة عن التعري حتى ولو كنتما في حجرة وحدكما والأبواب مغلقة والستائر، الله أحق أن يستحي منه. وما دام الرسول قد وضع هذا العمل في إطار مشروع فخذ ما حدده لك النبي، فإنه أكمل صورة. وبعدين ما لك وما للتعري، وخاصة ربما وقع بصرك على مكان نهاك الشرع عن أن تنظر إليه، فإنه يحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة المرأة اللي هي جنس العورة، كما يحرم على المرأة أن تنظر إلى جنس عورة الرجل. الكلام واضح؟ لأن تلك العورات أو هذا المكان، هذا العضو خلق لأداء مهمة، إنما النظر خلق للتبصر فيه في السماوات في النعم في الآيات، ما خلقش للنظر إلى هذا المكان. ولذلك قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننظر إلى مثل هذا إلا إن كان عن غير تعمد، فعفى الله تعالى عنك إن كان عن نسيان أو جهل، ما دمت لم تتعمد، وإن تعمدت في الماضي لجهل فإن الله تعالى يعفو عنك. وعلى اي حال كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يأتي زوجه ويعلمها ماذا تقول،
وربما أراد العودة فتوضأ ونام ويغتسل قبل الفجر، وربما اغتسل بعد الفجر ولو كان في الصيام لجاز ذلك. إيه يعني لو كان في الصيام؟ يعني مثلا قدر أن الرجل قضى حاجته في رمضان قبل الفجر انتهى ولكن لم يغتسل إلا بعد الفجر، لا حرج من ذلك ولا حرمة فيه ما دمت قد انتهيت من هذا العمل قبل الفجر في رمضان. نعم، ويغتسل بعد الفجر، والاغتسال والإنسان صائم لا يبطل الصيام ولا ينقضه ما دمت تحافظ على حلقك من وصول الماء إليه. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول: كنت أغتسل أنا والنبي في إناء واحد، فكان يقول دعي لي وكنت أقول دع لي، يعني يضع الإناء وسطهم، ما كانش فيه دش ولا حنفيات وإنما وعاء فيه ماء، فكان يجلس في هذا الجانب وتجلس في الجانب المقابل، وكان يأخذ بيده أو بوعاء من الماء، وكانت تأخذ، هما الاثنين في مكان واحد وهما على جلوس دون أن ينظر بعينه إلى هذا المكان ودون أن تنظر. ولقد سئلت عن ذلك: هل للرجل أن ينظر إلى هل رأيت عورة النبي وهل رأى النبي عورتك؟ فبتقول الإجابة غاية في الجمال، بتقول: ما رأيت منه ولا رأى مني، ما رأيت منه ولا رأى مني، كنت أغتسل أنا والرسول في إناء واحد وما وكنت أقول دع لي وكان يقول دعي لي وما رأيت منه ولا رأى مني. طبعا المحذوف معلوم وحذف ما يعلم جائز كما يقول النحاة، وأنا أقول هنا في النقطة دي وحذف ما يعلم واجب، لأن حتى بدون ما تذكر إيه المحذوف معلوم، الكلام واضح، ما رأيت منه ولا رأى مني. طب إذا كان ممنوع أن أنظر إلى جنس العورة، هل يمنع أن أمد يدي إلى أي مكان في جسد زوجتي؟ لا يحرم عليك ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح هذا من باب الاستمتاع، وحدثتنا السيدة عائشة عن ذلك، بل إنها قالت عندما سئلت: كيف كان النبي يفعل وأنت حائض؟ فقالت: كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر، يعني تلبس الإزار اللي بنسميه السروال، اللي بنسميه اللباس الهاف الكولوت زي ما بيقول البعض، كان يأمر إحدانا أن تتزر ثم يباشر ما عدا ذلك أو يستمتع بما عدا ذلك. ومعنى تتزر يعني تلبس شيء يستر هذا المكان. كان يأمرنا أن تشد إحدانا خرقة على مكان نزول الدم ثم تتزر ويستمتع بما دون ذلك. وإيه اللي فهمناه من هذا؟ فهمنا أنه يحرم على الرجل أن يستمتع من زوجته وقت حيضها أو نفاسها بما بين السرة والركبة، يحرم أن يستمتع بما بين السرة والركبة، ويحل له ما عدا ذلك من فوق السرة إلى أعلى ومن تحت الركبة إلى أسفل حتى تروي بعض ظمئك مستعينا بالله تعالى على ما تلاقيه من شدة الشهوة ومن غلبة الغريزة. وفكر فيما أعده الله تعالى لك من النعيم إذا صبرت. وبيني وبينكم الرجل له عادة شهرية مثل المرأة بالضبط، ومعنى العادة الشهرية أي شدة شهوته ورغبته في هذا العمل، وما بتجيش الشدة دي إلا في وقت عادة المرأة على قاعدة الممنوع مرغوب وحب شيء إلى الإنسان ما منع. يبقى نايم وشه للحيط شهر كامل لا بيتحرك ولا بيهج ولا بينش، تجيلها العادة يستيقظ كأنه عنتر، كنت فين بدري؟ ما يتكلم ويهيج وأعصابه تتلف، مع أن المرأة في وقت حيضها أو نفاسها حقيقة بتكون مريضة في حالة مرض عضوي ونفسي، وربنا عرفنا بأن وقت الحيض وقت النفاس خطر أذى ضرر على الرجل وعلى المرأة. يعني إذا أتى الرجل زوجته حائضة أو هي نفساء كان فيه خطر عليه وعليه، قل هو أبى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني اعتزلوا مكان الحيض في زمان الحيض اللي هو المكان الأمامي أي ما بين السرة والركبة،
لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل الزوجة في وقت العادة الشهرية بالذات معاملة لطيفة جدا جدا، يصبر أكثر، ينسى أكثر، نوع من أنواع النسيان والسهو، يعني يعرفهم أنه مش واخد باله، يتحمل أكثر لأن أعصابها مشدودة وتفرز من دمها وقوتها الشيء الكثير. وقد أثبت الطب الحديث أن المرأة في وقت حيضها بتكون أعصابها مفلوتة وبيكون تفكيرها فيه جزء من الاختلال، ودي حقيقة. حتى أن بعض النساء ربما وصلت بهن الحالة في وقت الحيض والنفاس إلى أن ترتكب بعض الجرائم، والقانون بعض القوانين في بعض دول الغرب لا تعاقب المرأة إذا وقعت منها جريمة في وقت تلك العادة، لأنها بتعتبرها في حالة مرض أو في حالة غير طبيعية. إحنا كمسلمين بنعامل النساء في مثل تلك الحالات معاملة فيها ذوق وأدب، وخاصة إذا كانت المرأة عاملة ناصبة، عاملة خارج البيت أو في داخل البيت، ناصبة أي تعبانة في البيت، فاحذر أن تزيدها بقوتك أو بغضبك أو بطول لسانك وطول يدك أن تزيدها تعبا على تعب. فما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يمد على نسائه يدا ولا يمد عليهن لسانا، ما سب ولا نهر ولا ضرب ولا قهر، وإنما كان ذوقا مؤدبا مهذبا، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وكما قال في حديث آخر لا خير في النساء ولا غنى عنهن، يغلبن كريما ويغلبهن لئيم. فأحب أن أكون كريما مغلوبا ولا أحب أن أكون لئيما غالبا، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد أمرنا المولى جل وعلا بهذا الأمر العام، وأختم حديثي بهذا، حيث يقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، كما قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فقدم ما لهن على ما عليهن حتى لا نقصر في أداء الواجب لهن، ولو قصرنا في أداء واجبك ما جاز لك أن تبادلها إساءة بإساءة، لأن الكريم يقابل الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا كان هذا بالنسبة للغريب فهو بالنسبة للقريب أولى وأفضل، والزوجة من أقرب الأقرباء إليك بعد أصليك، فاتق الله تعالى فيها فإنها من نعم. ارجعوا إلى ربكم وسألوا الله التوفيق والهداية. اللهم وفقنا لما فيه هداك، اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن أطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق، اللهم لا تحولنا لأحد من خلقك يا رحمن يا رحيم، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا أكرم المكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح أولاة أمورنا، واجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم آمين. والله الموفق والله المعين، وفوق كل ذي علم عليم، والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.